يا أيها الإنسان ما هذا القلق؟ أوليس ربك قد تكفل ما خلق؟ أوليس بعد العسر يسر مثل ما بعد الليالي دائما يأتي الفلق؟ لا بأس فالأحزان يتبعها رضا، يضفي عليك بإذن مولاك الألق. كن مثل سم إن تراجع للورى، جد النشاط بهمة ثم انطلق. اصرف اللهم عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا غاوى أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم هي دارنا وقرارنا ومآلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل توباتنا ومحص ذنوبنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف اللهم عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. اللهم اجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا. اللهم إنا نسألك صحة لا تلهينا، واغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا
حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، وأسكننا الجنة مع الأبرار، وارزقنا مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا يوم البعث يوم لقائك، وأكرمنا يوم البعث يوم لقائك يا رب العالمين. سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما ألطفك، سبحانك ما أبرك، خزائنه ملأ. اللهم إنا نعلم علم اليقين أنك تنزل في الثلث الأخير من الليل، فتقول هل من سائل فأعطيا، هل من مستغفر فأغفر لن، هل من داع فأجيبا. اللهم منا ذا الحاجة والفاقة وذا المرض وذا الفاقة، اللهم منا المقصرون والمذنبون، ومنا الطائعون والتائبون، وفينا الرجال والنساء، أتيناك يا إلهنا ربنا وقفنا ببابك، دعوناك في هذه الليلة وفي هذه الساعة، ربنا ما أعلى مكانك وما أعظم سلطانك، ربنا ما أعلى مكانك وما أعظم سلطانك، ربنا ما ربنا ما تم أمرك، ربنا ما وسع رحمتك، ربنا ما أعرض جنتك. إلهنا أنت خلقتنا وفي الأرحام صورتنا وللإسلام هديتنا، نسألك أن تعتق رقابنا من النار، نسألك العتق من النار، نسألك يا ربنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين، سؤال من كثرت ذنوبه وقلت حيلته وتقطعت أسبابه، فأتاك مقبلا فأتاك تائبا فأتاك نادما، فليس لنا رب سواك فيدعى، فليس لنا رب سواك فيرجى. إلهنا من يغفر ذنوبنا، من يغفر ذنوبنا، وأنت للذنب غافر، أنت وقولك الحق، وخلق الإنسان ضعيفا، أنت وقولك الحق، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير، إليك أنبنا، إليك أنبنا، من لنا يا إلهنا، من لنا يا إلهنا. اللهم نتعرض لجودك، اللهم إنا نتعرض لجودك، تألقنا بعفوك برحمتك طمعنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك في هذه الليلة، نسألك في هذا المكان الطيب الطاهر، اللهم تفضل علينا بعتق رقابنا من النار، اللهم تفضل علينا بعتق رقابنا من النار،
ربنا تفضل علينا بعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فضلك ورحمتك يا كريم، نسألك رحمتك وفضلك يا كريم. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدا وأزمنة مديدا، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدا وأزمنة مديدا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر العظيم من المقبولين، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اقبل صيامنا وقيامنا، اللهم من فطر صائما أو أنفق على أرملا أو أطعم جائعا، اللهم فارحم، اللهم فارحم، اللهم فوسع له قدرا ويسر له أمرا وتجاوزا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.